نحن هون بالمنطقة الغاب تراجعت عنا الثروة السمكية بشكل كبير كتير. السبب الأساسي غلاء أسعار الأعلاف. نحن أول كنا مرخصين مؤسسة أعلاف، نأخذ على المسامك على الرخصة، نأخذ عليها قسيمة علفي لكل دلوم 3 طنات. من الوضع هذا اللي نحن فيه هلق من 7 سنين وحصوب انحرمنا من كل مخصصات الأعلاف. رعاية صحية ما بي، رعاية صحية للأسماك ما بي، إلا عبارة عن أطباء بيطريين وغير مختصين بهذا المجال. صار عنا نحن اضطرينا نعلف مخلفات المسالخ وبقايا الدواجن. بقايا الدواجن لا تصلح إلا الأراضي الزراعية، نحن صرنا اليوم مضطرين أنه نحن نعلف الأسماك مجبورين. السبب الثاني غلو أجار النقل. نحن كنا نصدر لكافة المحافظات السورية بدون استثناء. اليوم بسبب الحواجز المتواجدة عندنا صار اليوم أجار السيارة من منطقة الغاب لحما بتكلف 360 ألف، كلها هاي عم بتزيد عبء على الأسماك.